السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم في قناة ماما وزياد التعليمية. النهاردة جايبة لكم كتاب الباهر في العلوم للصف الرابع الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني، المنهج الجديد. وطبعا زي ما وعدتكم وزي ما تعودنا وزي كل مرة بقول نفس الكلام، عشان اللي بيشوفني دلوقتي لأول مرة سامحوني، أنا كل مرة بقول نفس الكلام بس عشان اللي بيشوفني لأول مرة، أنا بنزل على القناة كل الكتب الخارجية بجميع المواد، سواء كان عربي او رياضه او علوم او دراسات او ماس او ساينس، جميع المواد بجميع الانواع، قطر الندى، الباهر، الماهر، الاستاذ الشاطر، الاضواء، بيت باي بيت، سلاح التلميذ، كل الكتب الخارجيه بجميع المواد موجوده على القناه بجميع انواعها، عشان نقدر نقرر ايه هو احسن كتاب خارجي. انا بنزل كمان الشرح بتاع الدروس، تابعوني وادخلوا اشتركوا في القناه واعملوا تخصيص للجرس، اهم حاجه علامه التخصيص للجرس عشان الكتب توصل لكم بمجرد ما انزلها على طول. ادخلوا على القناة هتلاقوا كل الكتب الخارجية بجميع أنواعها موجودة على القناة، عشان نقدر نقرر ايه هو أحسن كتاب خارجي نقدر نشتريه. أنا مجرد ما بيوصل لي أي كتاب بنزله على طول. أنا النهاردة جايبة لكم كتاب الباهر في العلوم، وطبعا مجموعة الباهر لا غنى عنها، كله عارفها، مش هقدر أتكلم عنها كتير. ادخلوا واتفرجوا على الكتاب للآخر ويا رب يعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.